بشأن تطورات الأحداث في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد يحيى السنبل. سيد يحيى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد يحيى، القوات الحكومية تستهدف المتظاهرين في ساحة الخلاني وكذلك في الناصرية بوسائل متعددة، بالرصاص، قنابل الغاز، خراطيم المياه الساخنة، لكن في هذا المفصل ألم تيأس القوات الحكومية من هذا القمع الذي لم يأتي بأي نتيجة تذكر؟ أخي الكريم، عجز الحكومة العراقية عن إجراء أي إصلاحات، والضغوط التي تمارس عليها من قبل قادة الميليشيات المرتبطين مباشرة بالحرس الثوري الإيراني لا يجد أي خيار آخر سوى مواجهة هذه الاحتجاجات أو هذه التظاهرات السلمية بالقمع والرصاص والغازات المسيلة للدموع وحتى الغازات السامة من أجل ثني المحتجين والمتظاهرين عن مطالبهم. وبذلك يمكن أن يهيئ لهذه عصابات الفساد أن تبقى وتستمر في مناصبها، ولكن الجماهير الغاضبة هي أكثر وعيا وإصرارا على انتشال بلدهم من هذه العصابات التي شرعنت لنفسها وفق قوانين عملية سرقة المال العام ورهنت مقدرات البلاد وثرواتها بيد العدو التاريخي للعراق عبر القرون، وهو إيران، التي لم تمارس يوما عملية تبدي حسن نواياها تجاه العراق بأنها يمكن أن تكون جارة مخلصة أو أن تبدي حسن جوار مع العراق، بل ظلت طوال هذه القرون تبدي بأنها العدو التاريخي التي يمارس كل عمليات الإجرام ضد شعب العراق، محاولا تنفيذ مشاريعه على حساب دماء العراقيين ومقدراتهم وأرضهم. طيب سيد يحيى، يعني المتظاهرون في مدينة الناصرية يحاولون الوصول لمبنى قناة العراقية هناك في ذي قار، وذلك بهدف إغلاقها، لكن هنا كيف تابعتم حملة شيطنة الثورة من قبل الإعلام الموالي للحكومة؟ حتما الإعلام الموالي للحكومة هو موجه كما أسلفت قبل قليل، موجه من قبل الحرس الثوري الإيراني من أجل إخماد المطالبة بالحقوق الأساسية لهذا الشعب، ومن أجل إلغاء هذه القوانين التي تشرعن عملية السرقات وإنهاء دور هذه الأحزاب العميلة لإيران التي جيرت ورهنت مقدرات العراق لصالحها. لذلك الإعلام يحاول شيطنة هذه الثورة أو هذه الانتفاضة، بل ذهب أبعد من ذلك إلى أن هذه القوات والميليشيات ترتكب الجرائم بحق بعض المؤسسات الخاصة والعامة لتقول بأن المتظاهرين هم الذين قاموا بالاعتداء عليها. المتظاهرين عندما يتقدمون نحو هذا البوق الإعلامي الرخيص الذي يسمي نفسه العراقية وهو لا يمت للعراق بصلة، إنما يريدون إغلاق هذا البوق التابع لإيران والتي أغلب موظفيه هم عمال لدى الحرس الثوري الإيراني، وهي القناة التي لن تنقل وقائع الشارع بشكل دقيق ومحايد. على الأقل كان على هذه القناة أن تنقل الأمور بشكل محايدة وليس إلى جانب الثورة على أقل تقدير. طيب سيد يحيى، الناطق باسم عادل عبد المهدي وذلك بصفته القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف يتهم المعتصمين بأنهم يقومون بتصنيع المتفجرات داخل المطعم التركي، بماذا تفسر هذا الاتهام الباطل؟ هذا الاتهام الباطل هو ليس بعيد عن عبد الكريم خلف الذي كان هو شاهد الزور على تعذيب الأبرياء في سجن الجادرية، وكان شريكا لما يسمى صولاغ في عندما كان وزيرا للداخلية باختطاف الأبرياء من بيوتهم وقتلهم. فهذا الرجل هو ضليع في هذه الأعمال ويريد أن يعطي صورة للعالم بأن هؤلاء المتظاهرين السلميين
يقومون بهذه الأعمال ضد الحكومة أو ضد المنشآت، وهذه معلومة لدى الرأي العام العالمي والمحلي، لأن عبد الكريم طرف معروف بتأريخه الغير نزيه والغير نظير، ويعتبر أحد المجرمين أبان فترة استئزار طولاغ لوزارة الداخلية. لذلك هذه تصريحه أصبح محل سخرية لكثير من وسائل الأعلام، بل وللمتظاهرين وللشعب العراقي بشكل عام. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم.